سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع برنامج الفضل العظيم. نحن معكم على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي للإعلام. في بداية هذه الحلقة أرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء أستاذ الفقه وأصوله. أعزائي، نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بعد قليل، وكذلك عناوين وسائل التواصل الاجتماعي التي ستظهر على الشاشة تباعا. حياك الله رضي الشيخ. الله يحييكم ويحفظكم. الله يحييك ويبارك فيك ويحفظك إن شاء الله رضي الشيخ. اليوم معك والمشاهدين الكرام، وكونوا عباد الله إخوانا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأخوة في الله والحب فيه في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم بين المسلمين أخوة وحب ليس فيهما مصلحة دنيوية ولا منفعة شخصية، وليست بسبب القرابة أو النسب أو المصاهرة، بل بين المسلمين جميعا. إن المجتمعات لا تنبني والحضارات لا تقوم والشعوب لا تزدهر ولا يشعر الناس بالسعادة والراحة والأمن والأمان إلا في ظل مجتمع تسود بين أفراده قيم الخير والمعروف والتعاون والتآلف والمحبة ولين الجانب والشعور بالآخر والنصح والإجلال والاحترام للكبير والشفقة والرحمة والعطف بالصغير وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وإرشاد الضال ومساعدة المظلوم والأخذ على يد الظالم ومنعه من الظلم. هذه القيم التي أمر الله تعالى عباده بها ورغب فيها وحذر من تركها، بل جعلها من العبادات الجليلة في الإسلام، وأكد على ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الإسلام لهذه الأخوة حقوقا وواجبات وآدابا ينبغي على المسلم أن يلتزم بها. هذه الأخوة قررها رب العالمين وامتن بها المولى تعالى على عباده، وتولى سبحانه بنفسه تكريم المتحابين فيه وإنزالهم منزلة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي.
وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأخوة بين المسلمين لا تقوم على أساس القرابة ولا العشيرة ولا القبيلة ولا الحزبية ولا الطائفية ولا المذهبية ولا النفعية، بل أساسها الإيمان والتقوى والحب في الله. فمن كان مسلما تقيا علينا أن نحبه ونقوم بواجبات الأخوة نحوه من أي بلد كان وفي أي أرض كان. وللمسلم على أخيه المسلم حقوق واجبة بنفس الإيمان، وأول تلك الحقوق سلامة صدر المسلم نحو أخيه المسلم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير صلوات الله وسلامه عليه إلى صدره الشريف 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن حقوق الأخوة القيام بالواجبات الحياتية نحو إخوانه من المسلمين. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ومنها زيارة أخيه المسلم وتفقد أحواله، ومنها حسن الظن بأخيه المسلم وستر عيوبه وتقديم النصح له. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. ومن الحقوق تقديم النفع لهم بالمال والجهد، وإعانتهم بما يستطيع، وقضاء حوائجهم، وعدم الهجر فوق 3 إذا وقع الخصام، وإيثار المسلم أخاه والدعاء له بظهر الغيب، وأن يحب له ما يحبه لنفسه. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وليس منا من لا يألف ولا يؤلف. نعم فضيلة الشيخ، نستأذنك في فاصل عاجل وسريع إن شاء الله، ونعود مع فضيلة الشيخ لاستكمال المقدمة وأسئلتكم إن شاء الله بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا مرة أخرى، ونتواصل معكم ومع فضيلة الشيخ وما تبقى من مقدمته، ثم بعد ذلك إن شاء الله نستقبل مشاركاتكم. حياكم الله. إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا،
الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا من لا يألف ولا يؤلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. يبارك فيك فضيلة الشيخ. إذن شيخنا، أبدأ بسؤال إذا تكرمت فيما تقدمتم في المقدمة، وسأتي إلى أسئلة المشاهدين الكرام عبر وسائل التواصل. فضيلة الشيخ، تتبع العورات، موضوع تتبع العورات. الآن شيخنا في مناسبات سواء كانت أفراح أو أحزان، ما أدري هل من تتبع العورات شيخنا أن نسأل مثلا وفاة، كيف توفي فلان، متى توفي فلان، أو في الأعراس من تزوجت وكم راتبه وأين يعمل، بالنسبة للناس أقصد شيخنا الزائرين يعني. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. كل هذا يدخل في باب التجسس، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تجسسوا. ثم هذا سؤال عن شيء لا ينفع الإنسان، أيضا الجهل به لا يضر، وتكرار السؤال في مثل هذه الأمور قد يولد ويجدد الحزن لدى من فقد ميتا، أو من لديه مريض، أو لديه كذا، لماذا، شو صار فيه كذا. ادعوا الله، نحن مأمورون للميت أن ندعو له بالرحمة، لا يهمنا كيف مات. هذا كيف مات ربما من الناحية الطبية الأطباء يأخذون منه درسا بحيث العموم وليس بسبيل المثال. مثلا أن الإنسان لا يفعل كذا، الإنسان لا يفعل كذا، لا يعرض نفسه في كذا حتى لا يقع تحت طائلة مثلا مرض أو خطر أو وباء أو شيء من هذا القبيل، هذا لا إشكال فيه. أما تتبع أن فلان كيف مات، وبعض الناس يذهبون وينشرون مثل هذه الأشياء. ومن هذا الباب نحن نعرف الآن في قانون الدولة، في قانون المرور وما صدر بها التوجيهات، ممنوع تصوير الحادث. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون في صورة مشوهة، في صورة فيها جرح، في صورة قد يكون فيها كشف عورة، في شيء من هذا القبيل. بأي حق تتبع العورات أيضا يدخل في قضية مثلا أن فلان أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، غلط غلطة، طاح أو شيء، لماذا تجعله يعني مضرب تندر به في أماكن أخرى؟ مثلا أنه مثلا أخطأ في يوم من الأيام عوقب في محل عمله، فرضا أنا أذهب وهذا عوقب لأن كذا وهذا كذا، وأنشر وأريد أن أشوه سمعة هذا الشخص. هذا لابد أن يحذر الإنسان من كل هذه الأشياء. فهذا في تتبع عورات المسلمين، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته يا رب. محمد من السعودية متواصلين شيخ إن شاء الله. محمد من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا أبو يعقوب؟ الله يحييك. الحمد لله، نحبك في الله أنت والشيخ يا أبو يعقوب. الله يبارك فيك. حبكم الله الذي أحببتمونا فيه. والله أحبك يا شيخ، والله إني أترك بعض أشغالي وأتابع برنامج. الله يجزاك الخير ويحفظك ويرفع قدرك. وعندي سؤال وعندي ملاحظة، تسمح لي؟ تفضل سيدي. علامة الشيخ، أنتم يوم الجمعة ما يناسبنا الوقت، حنا عندنا صلاة وما يناسبنا، يا قدموا البرنامج يا أخروا. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. يا فضيلة الشيخ الله يطول عمرك ويخليك لنا. آمين. وياك إن شاء الله تعالى. نعم. تفضل محمد، في عندك سؤال أو ملاحظة؟ تفضل. اي عندي سؤال ملاحظه، البرنامج بس يوم الجمعه بس. نعم ان شاء الله. نعم. والسؤال؟ عندي سؤال. نعم.
انا دكتور يا شيخ سويت عمليه بروستات. نعم شيخنا الفاضل. نعم إذا تخف على صوت التلفزيون يا محمد اسمعني فقط من الهاتف، اسمعني فقط من الهاتف. نعم أبشر. الله يبارك فيك، تفضل. أنا سويت عملية بروستات أكرمك الله. نعم فضيلة الشيخ، أنا الآن ما أتحكم بالبول زيادة، خاصة إذا ركعت وإذا سجدت. إلا أصلي وأنا جالس ما يطلع شيء. نعم هل يعني يجوز أني أصلي وأنا جالس؟ هذه وحدة. نعم وما أقدر أتحكم فيه، يعني أتوضأ وأروح للمسجد يبذبذ يطلع شوي شوي. نعم نعم يعني الدكتور أخطأ خطأ ما عاد يعوضونه لي. نعم واضح يا محمد، الله يبارك فيك، مشكور مشكور على الاتصال. ابو محمد من ابو ظبي تفضل. وعليكم يعقوب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا ابو محمد. ليت الشيخ كيف الحال يا سيدي؟ الله يحييك الله يحييك ويبارك فيك. سؤالين يا سيدي، سؤالين. نعم تفضل. الحين الصفوف في المسجد عشان في فراغ بين المصلي هذا وبين المصلي هذا، في مشكله الفراغ بين المصلين والمصليات، يعني 20 سنتي 25 سنتي 30 سنتي. نعم في فرق. نعم. الثاني الله يسلمك، الحين في ناس تطلب، هي في يطلب عند السيارة زين. نعم ما تعطي فلوس، هل في يعني شيء؟ أنا ما أعطيته ولا في مشكلة؟ نعم ما سمعت السؤال الثاني. في ناس تطلب يعني لما يشوف المسجد نعم. يطلب فلوس. نعم الطلب لأنه ما أسمع منه، يقول لك هذه يمكن ما أعطاني ميزات ولا شيء ولا شيء. نعم في مشكلة عليه يعني موضوع الطلبات أو السؤال وأنت في السيارة. مشكور يا أبو محمد حياك الله. خلود من دبي، أنا ما أسمع من الإيربيس والصوت ضعيف جدا عندي. خلود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية أنت والشيخ. الله يعافيك بارك الله فيكم. بدي أسأل الشيخ سؤال. ابن عمي مدين مني فلوس، فهو وضع المادي كتير تعبان. نعم. فأنا يعني بدي أطلع زكاة المال، فحاب اني من باب المساعدة هل يجوز انه انا احسب له من زكاة المال الدين تبعه ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا خلود. ام سيف من العين تفضلي. مرحبا اخوي كيف الحال؟ الله يبارك فيك. سلام. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب العالمين. يا اخوي بغيت اسألك، انا استغفر بالتسبيح، استغفر 1000 2000 3 في اليوم، ما عندي شغله يعني قاعده واستغفر. نعم. فيقولون لا هذا ما يصير، بغيت اسال الشيخ يصير ولا ما يصير؟ نعم بالتسبيح تقصدين بالمسباح يا ام سيف؟ بالمسباح، عندي مال الألف. نعم نعم واستغفر وفرحانه، بس بعدين سمعت قالوا لا ما يصير. طيب ان شاء الله يا ام سيف، مشكور على الاتصال، شكرا على التواصل. أعود فضي الشيخ إلى محمد. أول شيء جزاك الله خير على المتابعة، شكرا محمد، وإدارة القناة إن شاء الله تسمع، ومشكور على الاقتراح. الآن عملية البروستات يا فضيلة الشيخ والبول مستمر. نعم أولا مثل هذا الشخص هو معذور قضية. نعم. ولكن أيضا مأمور أن يؤخر الوضوء إلى بعد دخول الوقت، ثم يستنجي ويتوضأ ومباشرة يدخل في الصلاة، فإذا نزل الآن في أثناء الصلاة لا شيء عليه، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن مثل هذا الشخص معذور. لكن مثل ما قلت لا يتوضأ قبل دخول الوقت، التوجيه هكذا أنه يتوضأ مع دخول الوقت، ولذلك إذا مثل حالته إذا يستطيع أن يتوضأ في المسجد، يتوضأ في المسجد ثم مباشرة يدخل في الصلاة. نعم. ثم بعد ذلك، وإذا كان الجلوس يمنع البول فلا إشكال، لأنه هو معذور وإلا يصبح نجاسة وقد يلوث المسجد وقد شيء من هذا القبيل. نعم. لكن الأصل فيه هكذا، أن إنسان توضأ بعد دخول الوقت وقد قد استنجى وبعد ذلك توضأ ثم دخل بالصلاة، فالآن إذا لم يستطع أن يتحكم صلاته صحيح. شيخنا موضوع الفراغات بين المصلين، وماذا تقول في المصليات النساء شيخنا منفصلة وبينها جدار وفي فراغ، يعني ما في تواصل يعني عموما؟ والله هذه مصليات النساء لابد من إعادة النظر فيها، يعني لابد أن يكون مثل شيء نافذة أو شيء من هذا القبيل بحيث العلم. لكن الآن هم أخذوا بالقول الذي يقول أن يسمع يرى من يعني يرى الإمام، أو يرى من يرى الإمام، أو يسمع الإمام، أو يسمع من يسمع الإمام، فهو يسمع الإمام بالميكروفون. لكن حقيقة في المصليات بهذا الشكل
يعني هذا الفصل بهذه الصورة بالجدار أو شيء من هذا القبيل هذا ليس صحيحا، بدليل أن في صلاة الظهر كثيرا ما تأتي شكاوى أن والله الإمام كبر ونحن لا نعرف هل هو كبر للركوع ولا للسجود ولا للتشهد ولا طبعا خاصة للمسبوق، يعني واحد دخل وراء الإمام يكبر فيظن أن تكبيرة الإحرام إلا مرة واحدة قال سمع الله لمن حمده فهو لم يركع، فإذا هذا فيه تشويش على المصلين. وفي مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك جدار بين النساء والرجال، وفي الحرم المكي الشريف ليس هناك جدار، والمساجد الكبيرة لكن صفوف النساء أواخر الصفوف، يعني كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم نكمل معك شلا فضيل الشيخ. السؤال الثاني للأخ أبو محمد، إن شاء الله موضوع الطلب والسؤال، لكن حنين تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله طاعاتكم إن شاء الله وصيامكم. آمين وياك إن شاء الله. آمين. بدي أسأل زكاة الفطر هل تجوز خارج دولة الإمارات؟ نعم إن شاء الله إن شاء الله. هاي أول سؤال. وبدي أسأل شيخ كمان بالنسبة للمرأة بحالة الحائض، مثلا ما نزل عليها شيء خلال وقت الصيام وبعد الإفطار نزل، هل هذا اليوم يجب إعادته؟ لأنه في ناس بيحكوا إنه لا بيكون رحمك مو نظيف لازم تعيدي هذا اليوم. نعم إن شاء الله. شكرا وتقبل الله. شكرا الله يبارك فيك. الآن موضوع الطلب فضي الشيخ أو السؤال مثل ما قال أبو محمد. أولا السائل هناك أدب شرعي لا بد أن نعرف فيه، وهذا حق شرعي، وأما السائلة فلا تنهر، ما يجوز أنك تصرخ عليه أو ثم تنظر إلى حال السائل. هو الآن ولي الأمر وجه بعدم فتح هذا الباب، لماذا؟ لما فيها من مخاطر أمنية، ولما دخل في هذا الباب كثيرون هم لا يستحقون حقيقة، وأيضا كثير من الناس يخطئون ويعطون زكواتهم للسائلين، وهذا لا يصح لأنك أنت لا تعرف هذا، وأغلب هذه المتسولين تجار، وإنما يكتشف بعد ذلك أنه ما شاء الله يعني جمع كثير. أنت إذا لم تعطيه لا تأثم، لكن تقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يغنيك، وإذا كنت محتاجا فاذهب إلى جمعية خيرية، أرشده إلى الجهة بحيث يحفظ ماء وجهه وكرامته ويذهب إلى هناك. ولذلك نريد من الجمعيات الخيرية أن يتسع صدرهم لمثل هذه الأشياء، يعني بينما نحن في النظام نمنع التسول فإذا نفتح باب آخر لقضاء حاجة من له حاجة، لأن أنا لا أعرف حاجته ولا. ثم أيضا في قضية الإعطاء لابد أن تنتبهوا لأمور، يعني إياكم أن تعطوا الأطفال إذا طلبوا صدقة. لماذا؟ لأن الطفل غالبا إصابات خلف هذا الطفل يصفونهم صف، وهذا وجدناه حتى في الحرم المكي الشريف زمان، وفي شخص يراقبهم، أول ما يجتمع لديه الفلوس يأخذ ويسحبهم ماله، وبعضهم بالعياذ بالله يرتكبون جرائم في حق هذه الأطفال، يعني يعيبونهم أو شيء من هذا القبيل ويصفون. فهذا أولا. ثاني الأمر السيء الثاني فيه أنك تعوده على التسول. طيب لا تعطي شابا، لأن الشاب عليه أن يذهب إلى العمل، لا تعطي شابا لأنه مثار فتنة، لكن إذا رأيت إنسانا عاجزا كبيرا في السن هذا غالب الظن أنه يعني محتاج، فإذا طاب نفسك أن تعطيها دون حتى دون أن يطلب فهذا بها وأو نعم. نأخذ ناصر من عمان، تفضلي. حياك الله يا ناصر، ما أسمعك يا أختي، لو تعلي صوتك شوية. ما أسمع أم ناصر نهائيا والصوت يتقطع، لو تعيد الاتصال يتقطع الصوت ولا أسمع نهائيا. عبد الله من دبي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. عندي سؤالين على السريع أبغي أسأل فضيلة الشيخ. نعم. تكلم قبل شوية بخصوص مصلات النساء. نعم. وحاليا أنا ألاحظ يعني أن كثرة النساء في المساجد. نعم. هل الصلاة النساء في المساجد
أفضل يعني، ولا نشوف عكس يعني من الأحاديث؟ نعم. والسؤال الثاني. نعم تفضل. نعم. السؤال الثاني بخصوص زكاة الفطر. نعم. أنا طلعت زكاة الفطر من خلال الجمعيات الخيرية. طيب. بس أسمع إن إعطاء الأكل هو أفضل يعني، مذكور في الأحاديث الشريفة. نعم. إن شاء الله. ما نعرف وين. نعم. نعمل يعني. إن شاء الله يا عبد الله، مشكور على الاتصال، شكرا على اتصالك. فيصل من أبو ظبي، تفضل يا فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يعطيكم العافية، بارك الله فيك. يعافيك يا رب. بارك عليك ما تبقى من الشهر. آمين وياك إن شاء الله. شيخ السؤال، بارك الله فيك. أنا من الناس مصابين مرض السكر، والسكر عندي يوميا يا مرتفع يا نازل. نعم. يعني وانجبر للإفطار. نعم. طال عمرك شو الحكم في الأيام اللي فطرتهم؟ نعم. نعم. هذا سؤال. والسؤال الثاني، أنا من الناس المعشرين. يعني الظروف أصعب من الصعب. نعم. بالنسبة لفطرة زكاة الفطر، إذا كان عندي مبلغ، هل أظهر زكاة الفطر أو أن أدفع دين للبنك؟ نعم. يعني دين البنك أهم ولا زكاة الفطر أهم؟ نعم. أيوة، أيهما أبدأ؟ نعم. إن شاء الله. مشكور يا فيصل. جزاكم الله خير. الله. الله يبارك فيك، مشكور على الاتصال. إذا نعود يا فضيلة الشيخ إلى خلود. قالت ابن عمي أخذ مني فضيلة الشيخ مبلغ، الآن تريد أن تحسب شيء جزء من هذا الدين زكاة. نعم. هذا لا يصلح أختي الكريمة. لماذا؟ لأنك عندما أعطيتيه لم تنوي بهذا الإخراج زكاة، والزكاة لابد من نية فيها. أنت لم تنوي بهذا المال الذي سبق، وهذا للأسف يعني يلجأ إليه كثير من الناس، لا سيما مع الديون اللي شبه معدومة. يقول طيب ما دام ديوني معدومة خليني أستفيد يعني على الأقل، فالزكاة تقل وأنا هذه أحسبهم زكاة وخلاص يسقط علي. لا، ليس صحيح. لابد، لأنك أنت لم إذا نعم تعطينا هو أعاد إليك الديونة بدون ما تطلبي منه لا شيء، بالعكس هذا أمر طيب. يعني إذا تعرفين أنه ممكن يعطي خلاص، أو تسلمين لإنسان ثقة سدد ديون فلان، بعدين هو يسأله ويرى أن عليه دينا أيضا لك ويرجع لك المال، هذا شيء آخر. لكن لا تستطيع أن تشترطي عليه، تعطيه وتقولي لابد أن تسددي دينك لي. جزاك الله خير الشيخ على التوضيح. السؤال هذا يرد على بال الكثيرين. سنتواصل إن شاء الله معكم ومع فضيل الشيخ موضوع التسبيح 1000 مرة وفي المسبحة، ما هو الحكم؟ سنتواصل إن شاء الله معكم بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بالجميع، أرحب بالمشاهدين الكرام، وأيضا معنا الآن مصطفى من فرنسا، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤالي من أجل الصلاة في العمل، في بعض الأحيان أمسح على خفيش أو أصلي في السيارة، ما هو الأفضل؟ هل أصلي في المنزل قبل الذهاب إلى العمل كمثلا جمع ما بين الظهر والعصر، أم أصلي عندما أرجع إلى المنزل، أم أصلي هكذا لأن أن أصلي بهذه الطريقة التي أخاف منها أن لا تقبل مني، وعندما أرجع إلى المنزل أعيد الصلاة؟ سؤال، أنت عندما ترجع الوقت يكون باق ولا وقت يكون انتهى؟ لا، غير باقي إن شاء الله. شكرا يا مصطفى، الله يبارك فيك، مشكور. أم عادل تفضلي من العين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال. آمين يا رب وياك. يغوط علينا إن شاء الله عليكم كل سنة وكل حول. آمين يا رب. سامحوني بس فضيلة الشيخ أمسات ما وضح لي كيف الغسل القدمين، لأن أنا خبرت إني أنا ما أرمي رخي يعني أغسل، أنت بكرامة ريلي. نعم. فما أدري يعني أصب عليه الماي ولا كيف، ما وضح لي عدل إذا الله. إن شاء الله الشيخ ربما جاوب ما سمعتي يا أم عادل، شكرا. لا سمعت هي بس ما كان واضح يعني. طيب. وقال بس يعني الله يحفظه، قال بس يعني لازم اللي يتخلل لصابع.
فأنا ما أعرف. طيب إذا سمحنا بدقة أن أذكر السؤال إن شاء الله. مشكورة يوم عادل على إعادة الاتصال لزيادة الفهم، وشكرا على اتصالك ومتابعتك لسؤالك المهم فعلا، لأن غسل ركن أعتقد شيخنا بيكون شيء مهم، سؤال مهم. شيخنا عود إلى أم سيف تقول الآن شيخنا، هل الإشكالية في ألف تسبيحة لأنها ما وردت ولا في المسبح؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. لا إشكال لا في الألف ولا في المسبح، كلاهما مشروع. أولا الاستغفار على الإنسان عموم قول الله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا، كثير لا حد له. والرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يمر عليه في اليوم يستغفر أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. طيب إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر أكثر من 100 مرة، نحن كم نستغفر في كل لحظة؟ هذا الكلام غير صحيح. استمري على ما أنت عليه، مصباح بألف، مصباح بمئة وتكررين، مصباح ب33 وتكررين بأصابعك، بأي طريقة يسهل عليك افعليه، ولا شيء عليك. هذه الوسيلة، هذه وسيلة من الوسائل وتؤدي إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ولا شيء في ذلك. والآن يعني تستغفرين الله تبارك وتعالى 100 مرة، تستغفرين الله تبارك وتعالى 1000 مرة، أنت لا تقصد إلا نعم في أوقات معينة ورد صيغة فيها 100 مرة نص، هنا التزمي بالعدد لا تزيدي. مثلا بعد دبر كل صلاة 33 مرة لا تزيدي، لا تقولي لا أنا خليني أكمل 40 ولا 100 100، لا، هذا نحن نلتزم بما ورد. لكن في غير ذلك الوقت، في الأوقات الفاضلة الأخرى، في الأوقات الباقية أنا الليل وأطراف النهار، كلما استطعت أن تذكري الله تبارك وتعالى اذكري، واجعلي يعني دائما الإنسان يحرص لا يزال لسانك رطبا ذكر الله. حنين شيخنا، زكاة الفطر هل ممكن خارج الدولة شيخنا؟ نعم نعم. الحائض شيخنا ولو ماخذ شيخنا، إذا كان نزل الدم بعد الإفطار، بعد الإفطار شيخ. العبرة بوقت نزول الدم، إذا نزل قبل الغروب ولو بلحظة فسد صيام ذلك اليوم، سبحان الله. لكن إذا غربت الشمس ثم بعد ذلك نزل لا يؤثر في صيام ذلك اليوم وصومه صحيح، وليس عليه أن يقضي ذلك اليوم. لكن إذا نزل في اليوم الآن في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار قبل انتهائه فإنه يفسد الصوم. نعم. عبد الله من دبي، عن مصليات النساء وكثرة وجود النساء في المساجد يا شيخ. الحمد لله. هل تريد أن يكثر النساء في الأسواق؟ احنا يعني نرجو الله تبارك وتعالى ان يهديهن دائما ان يكن في المساجد. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ابدا. لكن صلاة المرأة من باب التسهيل عليها، الشرع جعل صلاة المرأة في بيتها افضل لها ذلك، لكن في اوقات فاضلة، في رمضان، في التراويح، في التهجد، في مثلا صلاة العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن. طيب سؤال، إذا كان صلاة النساء دائما أفضل في البيت، في صلاة العيد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بأن يذهبن إلى المصلى، بل أمر بإخراج الحيط إلى المصلى، ليس إلى المساجد، إلى المصلى، لكنهن يعتزلن الصلاة فلا يصلين مع الناس، إنما يحضرنا يشهدنا الخير، يسمعنا للخطبة، يسمعنا للذكر، يكبرنا الله تبارك وتعالى ويفرحنا مع المسلمين. في صلاة الاستسقاء يخرجن. طيب إذن هذا أهون عليها وأيسر لها، ولأن الإنسان إذا علم أن المسجد بالنسبة لها أفضل ربما فإذا لا تجلس في البيت، فجعل الله تبارك وتعالى هذا أن لك نفس الفضل إذا كنت تجلسين في البيت، بل إن صلاتك أفضل في البيت. سنكمل إن شاء الله مع الأخ في موضوع زكاة فطرة التي أعطاها لجمعية خيرية، لكن قالوا له الطعام أفضل أو ربما أكثر. من معنا ياسر؟ أبو ياسر من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مبارك عليكم ما تبقى من رمضان، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. الحمد لله.
الله يرضى عليك. أرد أسأل الشيخ، أنا كنت أطلع الزكاة لكن من صارت الجائحة توقفت عن، لأن توقف عملي وكانت عندي ديون، الديون اللي كان مش اللي قدر يسدد يسدد، والما سدد إنه سامحت بيها، والباقي اللي كان عندي أنا مطلوب سددت، والآن أنا بدون عمل بدون شغل. أي واحد شيء ثاني، كانوا مثلا أقربائي أصدقائي يعرفون أنا مثلا كانت عندي إمكانية أساعدهم كذا، الآن يطلبون من عندي، فأرد يعني أسحي أردهم، أخجل أردهم، فأضايق كلش يعني في هذا الحال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن زادت علي كثير يعني الطلبات، زادت كانت تكلفني يعني، حتى مرات أضطر أستقرض وأروح أعطيهم. سبحان الله. نعم. فشنو الرأي الشعر والشيخ؟ وأكون ممنون أنا منك. مشكور. وبالمناسبة أنا تابع الشيخ وتابع برنامجكم من 2005 ولحد اليوم. ما شاء الله. ما شاء الله، الله يبارك فيك. شكرا على المتابعة. وشكرا يا أخ أبو ياسر من العراق. فضيل الشيخ، الآن الأخ الكريم أخرج زكاته لجمعية خيرية، الأخ عبد الله، لكن الظاهر في ناس قالوا لإعطاء الطعام ربما أكثر أفضل. والله سبق أن قلنا وبح الصوت في هذا الكلام، أنه لا ينبغي التشديد على الناس، لا ينبغي التشكيك للناس، وهذا رأي علماء أكابر وعلماء أجلة من صحابة من تابعين من علماء على مدار القرون الفاضلة وبعدهم سلفا وخلفا، منهم من أجاز، والإمام الأعظم أجاز وهو من هو في جلالة قدره وعظم منزلته، والناس عيال عليه في الفقه كما يقول الإمام الشافعي. فلا ينبغي التشكيك للناس، الحمد لله ديننا دين يسر وسعة، من يرى أن الطعام أفضل يخرج طعاما، من يرى أن النقود أفضل يخرج نقودا، ومن أخرج أيهما جاز عنه وسقط عنه زكاة الفطر، فأبشر بالخير إن شاء الله تعالى ما دمت قد أخرجت، لا شيء عليك. نعم. فيصل شيخنا، السكر يعني بعض الأيام ما صامها شيخنا، ماذا عنه؟ الآن أنت أدرى بظرفك، أسأل الله تبارك وتعالى لك الشفاء ولأمثالك، ولا شك أن الإنسان إذا تعب في أثناء الصيام عليه أن لا يوقع نفسه في المهالك، سواء مع هبوط السكر أو مع ارتفاع السكر، لأن هذا يضر بالإنسان حقيقة، وبعد ذلك يعجز حتى عن الصلاة ويعجز عن العبادات الأخرى وعن أداء وظائفه وإلى غير ذلك. لا، ديننا دين يسر، عليك أن تفطر، ثم بعد ذلك إن كنت تستطيع القضاء متفرقة في أيام مثلا في الشتاء في أيام النهار قصير مثلا فصم، إن كنت لا تستطيع القضاء فليس عليك إلا أن تخرج عن كل يوم طعام مسكين. من معنا على الاتصال عبد الله؟ فاطمة من فرنسا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليكم الشهر. الله يبارك فيك يا فاطمة. سيدي، أنا مريضة سكري، لا أصم، ولكنني أخرج الفدية كل سنة، أعطيها لأختي الفقيرة، هل يجوز ذلك؟ وهل يمكنني إخراج الفدية بعد العيد؟ نعم إن شاء الله. والسلام عليكم وشكرا. عليكم السلام ورحمة الله، الله يبارك فيك، مشكور على الاتصال. الآن شيخنا فيصل، السؤال الثاني، أنا معسر في موضوع زكاة الفطر، أيهما أولى شيخنا الآن، زكاة الفطر أم الدين البنك؟ لا، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء. لو كنت سددت الدين بفلوسك والدين حال وسددت ولم يبقى لديك ما تزكي به فلا زكاة عليك أصلا، لأن زكاة الفطر يجب عن من زاد ما يملكه عن قوت يومه وليلته، لكن لا أظن أن دين البنك 25 درهم، ما يعني ما أظن هذا الشيء الآن، يكون عنه عن عياله بعد شيخ بيطلع مبلغ مع زكاة الفطر مثلا، يعني يطلع 200-300 درهم، ولا ديون البنك غالبا أكثر من هذا، فهذا شيء وهذا شيء. وثم إذا الدين مستحق، أما إذا الدين مؤجل أنت على رأس الشهر تردد، لا، لابد أن تخرج زكاة الفطر، ومن لم يستطع الصاع واستطاع نصف الصاع يخرج نصف الصاع بقدر الإمكان. إذا كنت تستطيع أن تستدين وتعرف أن لك سداد هذا الدين، لك أن تستدين في زكاة الفطر. لكن أنا لا أظن يعني، والله أعلم، إنسان بعض الناس يظنون أني ما دام أنا علي دين فالدين أولى،
لا هذا دين وهذا دين، هذا دين لله تبارك وتعالى وهذاك دين للعباد. نعم إذا صارت مشاحة بمعنى أن الآن كلا الدينين مستحق وهذا يطالب به فدين العباد أحق. لماذا؟ لأنهم يزعجونك، أما الله تبارك وتعالى غفور رحيم كريم. الأخ مصطفى بماذا تنصح في فرنسا فضيلة الشيخ الآن يجمع الصلاة يخاف يخرج الوقت عليه؟ أولا أنا أقول له الإنسان يعتز بدينه ويصلي في مكان عمله ويختار له زاوية ما، أما إذا خشي الضرر الآن إذا كان يخرج من بيته بعد دخول الوقت الصلاة الأولى الذي يمكن الجمع بينه وبين الصلاة الثانية فله أن يجمع لعذره إذا كان بهذه الطريقة. وإذا كان العكس مثلا أن مثلا الآن يعود من عمله ويبقى لا يلحق هذه الصلاة الظهر لكنه يلحق صلاة العصر مثلا فرضا فينوي تأخير الظهر مع العصر فيصليهما، لكن إذا كان لم يصلي العصر مثلا وهو الآن سيدخل عليه وقت المغرب لا عليه أن يصلي كيفما تيسر له ثم بعد ذلك يقضي. أما قضية المسح على الخفين لابد أن يكون أنت قد توضأت وضوءا صحيحا ووضعت رجلك في الخفين ولم تنزعهما ثم بعد ذلك تمسح عليهما لإعادة الوضوء. أما إذا كان أصلا أنت أدخلت رجليك في الخف بدون وضوء فهذا لا يمكن المسح عليه. نعم. إضافة لما ما تفضلتم تذكرنا دائما شيخنا بالشرط الثاني اللي هو أنه ما يكون دلاغ شيخنا ما يكون لا ما يكون يعني يمكن المشي عليه لأنه هو سأل عن الخفين لو سأل عن الجوربين هذا الجواب نعم لكن هو أيضا سأل عن الصلاة في السيارة. الصلاة في السيارة أنت ممكن أن تصلي لحرمة الوقت لأن هذا قد لا يتيسر لك القيام ولا يتيسر لك الركوع ولا السجود فهذا تصلي لحرمة الوقت ثم تقضي بعد ذلك. نعم. أم عادل فضي الشيخ والآن غسل القدمين غسل القدمين شنو؟ الغسل واجب في القدمين. الآن تخليل بين الأصابع أنا أسمح لي أن أؤشر بالمثال هنا إذا أنت لا تستطيعين أن تنحني لهذا افرجي بين أصابعك قدر الإمكان أصابع القدم قدر الإمكان ثم صب الماء فورا بحيث يغلب على الظن أن الماء قد دخل ولا يلزمك شيء أكثر من هذا. لكم رأي شيخنا في الجهاز هذا اللي يضغطون عليه والله لا إشكال فيه يجوز ما في شيء لأن هذا يصب الماء ويعم القدم يعني أنا رأيت عند بعض يعني المرضى كبار السن ووجدت أمرا طيبا يعني. شيخ أبو ياسر الآن الإشكالية الظاهر اللي عند شيخنا كان يزكي وكان يقرض الناس وكان يساعد لكن أصابته جائحة الآن الناس يطلبون هو يستحي ويصير يقترض بعد شيخنا عشان يعطيهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل الله عليكم في الدين من حرج قل لهم اعتذلهم إن شاء الله تعالى في وقت آخر إذا استطعت إن شاء الله تعالى الآن ما أستطيع بس ليس عليك أكثر من هذا هذا الإنسان إذا عنده شيء وفاضل عن حاجته نعم أو مثلا هو يبقى ويؤثر غيره عليه في مسألة ما نعم أما يذهب ويقترض لماذا لماذا تجعل على نفسك دينا وأنت ضعيف الحال في هذه المسألة والله ورجع إلى الله تبارك وتعالى وما دمت قد كنت محسنا فأبشر بالخير أن الله تبارك وتعالى سيعوض عليك أضعاف ما أنفقت لكن إياك أن تورط نفسك في هذا يعني هذا ليس فيها حياء الإنسان لا يلزمه ولكن بالطيب أعتذر لهم الآن ما أستطيع إن شاء الله تعالى إذا استطعت أبشروا فضيلة الشيخ لفتة بسيطة فقط أنا أعطيت ناس هو قال أنا سامحتهم ممكن يعود يطلب مرة ثانية شيخنا الدين مالهم شوي صعبة شيخ هو يطلب لا إذا سامحهم ما يستطيع أن يطالبه إذا أبرأ ذمتهم لا يستطيع أن يطالبه لكن عند الله تبارك وتعالى ما يضيع. نختم بسؤال فاطمة من فرنسا فضي الشيخ مريضة سكر وهي لا تصوم الفدية تعطيها أختها شيخنا الفقيرة لا إشكال في ذلك المهم تعطيها لفقير مسلم الآن أختها ولا أخوها ولا زوجها الفقير ولا شخص آخر لا إشكال في ذلك لكن بشرط أنها لا تستطيع الصوم لا تستطيع القضاء بعد ذلك أما إذا كانت تستطيع القضاء فعليها القضاء وليس عليها إخراج الفدية. سؤال الأخير كان هل ممكن أن تعطي الأخت هذا المبلغ بعد العيد شيء؟ لا إشكال في ذلك. ممكن. إخراج الفدية ممكن يوم بيوم ممكن في بداية رمضان للي واثق أنه لا يستطيع الصيام
ويمكن أن يكون في آخر الشهر، وممكن إذا يؤخره لبعد، لكن لا تؤخري أكثر من ذلك. يبارك فيك، شكرا لك فضيلة الشيخ، شكرا لكل المشاهدين الكرام. في ختام هذه الحلقة باسمكم أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله. تحياتي يوسف الحمادي تحت فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الملتقى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.